معي على الهاتف خالد الهيل المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية. أستاذ خالد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بيك. يعني الآن في بداية امتعاض من الصحافة الأمريكية للدور القطري مع الجماعات الإرهابية، كيف ترى هذا الدور؟ في البداية من المضحك جدا أن يروج تميم بن حمد لديمقراطيته المزعومة في مقال نشره تميم بن حمد بشخصه اليوم في نيويورك تايمز، يقول أنا رسالة واضحة للرئيس أوباما عند الزيارة، يقول يجب أن نعمل معا لسحب الشرق الأوسط من حافة الانهيار، وهذا يتطلب التزاما جريئا على أسس رؤية طويلة الأجل من العدل والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. يعني من المضحك أن يناقض تميم بن حمد نفسه. فكما هو معلوم بأن حكومة قطر تأوي الجماعات الإرهابية في قطر مثل جماعة طالبان وجماعة الإخوان التي جرمتها معظم الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية. يخرج تميم بن حمد ويقول أن المشكلة ليست بالإسلام. نعم أنا أتفق معه، المشكلة هي في من يتلون بالإسلام ويأوي هؤلاء المتطرفين في الداخل القطري. نحن كمواطنون قطريون نرفض هذه التصرفات، ويعني نرفض أيضا التلون كالحرباء ومراوغات الحكومة القطرية. كما رأيتم اعترضت حكومة قطر أيضا على تسليح الجيش الليبي، لأن الجيش الليبي يمثل كرامة شعب ليبيا. فيعني حكومة قطر أو المخابرات القطرية هي تحت حماية الإسلاميين في ليبيا، فكيف تسمح حكومة قطر بتسليح الجيش الليبي لكي يقصف العناصر القطرية الموجودة في حماية هؤلاء؟ كلها تناقضات وكلها أمور غير مفهومة. إلى الآن لا نعلم إلى أين يريد أن يصل بنا تميم بن حمد. نحن لا نعلم إلى الآن. يعني كل هذه الأمور وكل وكل ما يحصل وكل الإدانات على قطر تخرج قطر وتقول وتروج أنها مفترى عليها. على أي أسس يتم الافتراء على قطر؟ قطر مدانة وكلها بالأدلة والإثباتات. نحن لا نفتري على قطر. يعني أنا كمواطن قطري أحزن جدا عندما يكون اسم وطني قطر مرتبطا بالإرهاب بسبب هذه الزمرة الفاسدة التي تحكم قطر. نحن إلى متى ونحن نتواطأ معهم؟ إن السكوت هو تواطؤ والتطبيل هو تواطؤ، بل يجب علينا أن نقف صفا واحدا ضد الإرهاب ودعم الإرهاب. يخرج تميم بن حمد ليروج عن نفسه بأنه الداعم للديمقراطية وبأنه ضد الإرهاب، في حين دولة قطر تربط أو تحوي كل الإرهابيين وتأوي كل الإرهابيين الموجودين في العالم. هذه أمور كلها مرفوضة وغير مقبولة. تضررت الأمة العربية من هذه الأفعال الشنيعة. أن يعني فقط أن امتلاك قطر للمال والإعلام الحابط مثل قناة الجزيرة أو القنوات التابعة لقطر والتي ما أنتبت إلا أن يعني تبث سمومها في الأمة العربية، عن أي استقرار يتحدث تميم بن حمد؟ وعن أي ديمقراطية يتحدث؟ يستخدم الشكل الديمقراطي بينما هو في الأساس دولة قطر لا تمتلك ولا 1% من الديمقراطية، إنه الحكم الفردي، حكومة بوليسية قمعية جائرة تحكم المواطن القطري بالقبضة القمعية الجائرة. إن حرية الرأي والتعبير أيضا في قطر واضحة وجلية. قصيدة تتسبب في السجن مدى الحياة لشاعر. كيف يدعي تميم بن حمد أنه مع الحريات ومع الديمقراطية ومع مساندة الشعوب؟ كيف يتجرأ على إرادة الشعوب العربية؟ الآن في مصر هنالك احتقان شعبي من هذه التصرفات، وتميم بن حمد ما يلبس إلا أن يبث سمومه بين هؤلاء. ولكن يعني ليثق تميم بن حمد أن الدائرة تدور، لا يعلم بأن اليوم الناس معه ويصفقون له ويؤيدونه ومع ذلك، ولكن في نهاية الأمر الدائرة تدور، هنالك دماء تسفك، هنالك الشعب المصري الآن يعاني من هذه الفتن والأزمات التي تفتعلها هذه الحكومة في قطر. إلى متى ونحن نصمت عن هؤلاء؟ يعني نحن لدينا الكثير من التعقيبات والكثير من الأمور، وعرينا هذا النظام المجرم الفاسد في قطر، والفضل الله عز وجل كله بالأدلة والبراهين، لم نفتري على قطر. هذه هي. بشكرك شكرا جزيلا سيد خالد الهيل المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية.